اهلا بيك في فنادق وناس، معاكم احمد عمرو. فيديو النهارده كان موضوع عامل هايب كبير قوي على اليوتيوب ومنتشر كتير جدا على اليوتيوب، وناس كتبت لنا كتير في الكومنتس. هو موضوع خل التفاح الاورجانيك او الابل سايدر فينيجر، هل هو مؤثر فعلا؟ موضوع انقاص الوزن في الفوائد، فوائده كتير قوي قوي هم كاتبينها على اليوتيوب وعلى النت وعلى الكلام ده، فاحنا عايزين نغطي الكلام ده كله. ازاي الخل بيساعد على انقاص الوزن؟ هو مش سحر ولا اي حاجه، هو كل الموضوع ان هو بيقلل سكر الدم بنسبة 33%، فده طبعا حاجة مفيدة بالنسبة لحد عنده سكر او بالنسبة لحد عايز يخسر دهون، لان كل سكر الدم كل ما بيعلى كل ما جسمي هيخزن دهون اكتر. تاني فايدة او تاني اثبات، هو الناس اللي بتستعمل الخل دوت بياكلوا من 200 ل 275 كالوري اقل خلال اليوم، من غير ما يحسبوا، من غير ما يعدوا، من غير اي حاجة. هو فعلا بيخلي الواحد ياكل اقل وبيخلي الواحد يحس بالشبع اسرع. الفايده اللي بعد كده، بيخلي جسمي احسن واسرع وكفاءته اعلى في ان هو يمتص النيوترينتس او يمتص الفوائد اللي في الاكل، اللي هي الفيتامينات، اللي هي المعادن، بالذات الكالسيوم وبالذات البوتاسيوم، بيخلي جسمي يمتص المعادن ديت اكتر. الفايده اللي بعد كده ان هو بيخليني اهضم البروتين بطريقه فعاله اكتر، هيدروكلوريك اسيد ده اهم حاجه في امتصاص البروتين. في ناس عندها الهيدروكلوريك اسيد في المعده بيبقى قليل جدا، فده ما بياكل بروتين وما بيهضمهوش كويس، او حتى بيحس ان هو ملوش نفس ان هو ياكل بروتين كتير، غالبا بنسبه كبيره جدا بيبقى المشكله في الهيدروكلوريك اسيد في المعده عنده بيبقى قليل. لما بياخد الابل سايدر فينيجر بيبتدي الهيدروكلوريك اسيد يعلى، فبيسهله موضوع هضم البروتين، بيقلل ريسك اصابه امراض القلب وامراض الضغط. ده كله لان هو فعال جدا في موضوع تقليل الكوليسترول والدهون الثلاثيه، فبالتالي ريسك ان انت يجي لك لا قدر الله حاجه في مرض قلب او مرض بسبب الضغط العالي او الكلام ده بيقل كتير لما بتاخد بانتظام ابل سايدر فينيجر. بس فملخص الفيديو ان هو فعلا حل فعال جدا، حل مؤثر جدا في موضوع انقاص الوزن وموضوع الناس اللي هي الميتابوليزم بتاعها او الحرق عندها بطيء، فده فعال 100%. بس برضو خلينا نقول على نقط مهمه، تمام؟ اي حاجه استعملناها بكترة او اكتر من الكمية اللي هي مسموح بيها، كل الفوائد اللي احنا قلناها ديت ممكن تبقى العكس، يعني ممكن ان هو هيقلل امتصاص الكالسيوم وامتصاص البوتاسيوم ويقلل كل الكلام اللي احنا قلناه كفوائد، ممكن تبقى العكس. فدايما الدوز او الجرعة اللي هي مناسبة لاي حد هتبقى مع معلقة لمعلقتين في اليوم. طبعا ممكن اكتر عن كده، بس ده بيختلف من شخص لشخص، في ناس مش تقدر تستحمل اكتر من معلقتين كبار في اليوم، وفي ناس عادي. انا نفسي انا باخد اكتر من كده بكتير، بس مش كل الناس هتقدر تستحمل الموضوع دوت. لو عايز ازود الجرعه دي او لو عايز ازود الدوز دوت، ممكن ازوده بس مع الوقت، اخد جسمي الاول على الجرعه دي وبعد كده مع الوقت انا ممكن ازيد شويه. كمان بالنسبه للاستعمال، فالمعلقه او المعلقتين اللي انا هاخدهم يفضل طبعا ان هم يكونوا الصبح على معده فاضيه مع ليمون، يعني كوبايه ميه وعليها معلقه او اتنين على حسب ما انت بتفضل الطعم، وبعد كده معاها ليمون. في ناس تلاقيها بتحب الطعم ده جدا جدا وهتلاقي نفسها فعلا عايز ياخد من المشروب دوت كل يوم او عايز الطعم دوت كل يوم. جسمه بيبقى ناقص الهيدروكلوريك اسيد دوت، فهيلاقي نفسه فيه زي كريفنج للمشروب دوت او عايز ان هو يشرب المشروب ده كل يوم، ودي حاجه كويسه يبقى انت فعلا محتاجه. ممكن الاستعمال التاني برضو مع الاكل، لو انا مثلا على السلطه او على اي حاجه طعمها بيبقى حلو بزيت الزيتون، فانا بحط زيت زيتون وبحط معاها الخل، احلى ميكس او احلى دريسنج ممكن تعمله للاكل. في نفس الوقت هيخليك تاخد كالوريز قليله، في نفس الوقت هيسرع لك الميتابوليزم وهيعمل لك كل الفوائد اللي احنا قلنا عليها. اخر الفيديو، الاستنتاج هو مفيد فعلا، بس ما هواش الحل السحري، ما هواش المعجزه اللي هتخليك تفقد وزن. دي مجرد نصيحه من ضمن نصايح كتير ومن ضمن حاجات كتير انت لازم تركبها مع بعض علشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. يعني استخدمت الخل، اوكي كده انت 1/10، نمت كويس احسن واحسن كده 2/10، بعد كده دخلت تمرين من ضمن اللايف ستايل بتاعك ومن ضمن يومك كده انت 3/10 او 4/10، اوكي لغيت السكر ولغيت الكلام دوت دهيت كده انت 5 أو 6/10، وهكذا وهكذا وهكذا. فحاول انت تتابع الفيديوهات بتاعتنا كلها عشان تعرف كل النصايح اللي هي بخصوص تنزيل الوزن او بخصوص انقاص الدهون. كل ما التزمت بالنصايح ديت، كل ما ركبت البازل دوت او ركبت القطع دي كلها مع بعض، كل ما هتوصل لنتيجه اسرع. لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لنا في الكومنتس عايزين ايه الموضوع الجاي، ونشوفكم فيديو جديد اقوى ناس. لو عامل اوريدي سبسكرايب اعمل زرار التنبيهات عشان يوصل لك كل فيديو جديد بنزله، بنزل مش اقل من 4 فيديوهات في الاسبوع، فدوس على زرار التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد.